بارك الله فيكم. حياتي حصل حديث كلوه والتهم به في زيت الزيتون. في سنده مقال، لكن الآية تشهد للمعنى: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، فيها ثناء على الزيت، زيت الزيتون. أما حديث كل الزيت والدهن به في النار يخرج من شجرة مباركة، على الإجمال البنية، بنية المتن هذا سندها ضعيف.